السلام عليكم بنات، كديري؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال يا ربي وفي صحه جيده. اليوم البنات جيت بغيت نشارك معكم البغرير، كيجي زوين بصراحه. وهنا البنات كنقول الناس جداد لاول مره كيشوفوا لاشين ديالي، مرحبا بكم، وما تنسوش تشتركوا في القناه وديروا تفعيل الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. وهنا يا البنات ندوزوا للمقادير. هنا البنات قبل ما نبداو هاد لا فيديو ما تنساوش تخليو ليا لايك. هنا البنات عندي المقادير، جوج كيسان د الماء دافين، جوج كيسان د السميده. هنا البنات عندي نصف كاس السميده وكملت بالدقيق، وعندي خميره د الفوليه وخميره د البيكون باودر او الخميره د الحلويات. دابا غادي ناخذ السميده غادي نديرها في الاناء، غادي داك الدقيق والسميده، وغادي ندير حتى الخميره. هنا البنات نسيت ما ذكرتش معلقه السكر والملح، دابا غادي نضيف السكر والملح. راه كيجي زوين البنات هاد البغرير. دابا غادي نخلط هاد العناصر مع بعضياتهم، عاد غنضيف الماء، الماء يخصو يكون دافي البنات. هنا البنات غادي نضيف الماء جوج الكيسان، ولا ما قدونيش غادي نزيد حيت انا البنات ديما كندير الماء غير عيني ميزاني. دابا بغيت نعبر لكم باش ديروا نفس العبار باش يجيكم ناجح. هنا البنات غادي نزيد الماء حيت جوج الكيسان ما قدونيش، كيف ما كتشوفوا نصف كاس، معبر الكاس البنات معبر كاس العنبه. نزيدو بالتدريج باش ما يجيكمش عاود جاري بزاف، خصو كيف ما كتعرفوا البغرير ما خصوش يكون جاري ولا ثقيل. دابا غادي نضيف غير شويه ديال الخميره، ماشي بزاف، انا راه عندي فيها 15 غرام، غادي ندير غير ربع ديالها. هنا غادي نزيد الماء البنات، كيبان ليا ما قدنيش داك نصف كاس، يعني خصنا نديرو 3 د الكيسان د الماء. زدت اقل من نص كاس. هنا كيبان لي الخليط صافي هو هذا. دابا ما غاديش نزيد الماء، يعني جوج الكيسان وثلاثة الكيسان قل شويه، غادي نخلط هكا مزيان، عاد غنديرهم في الخلاط المونينيكس. دابا غادي ندوز باش نديرو في الخلاط، ضروري البغريره البنات ديروه في الخلاط باش كيجيكم ناجح. انا هنايا عندي الكاس صغير، غنقسم الخليط وغنبقى نطربو لمده 3 دقائق حتى كيشكل عندي واحد الفقاعات، خصو ضروري يتخلط مزيان. هنا غادي نبقى نخلط حتى كيف ما قلت لكم تيشكل دوك الفقاعات ونرجع معاكم. هذا هو الخليط البنات كيفاش كيرجع على هذا الشكل. دابا غادي نضيفه في هذا الاناء، تيكون القوام ديالو بحال هكا، وغادي نزيد الخليط اللي بقى لي، وغندير نفس العمليه، عم كنطرب 3 دقائق او 4 دقائق يرجع عندي الخليط يعني بحال الخليط الاول اللي طربت.
هنايا البنات من بعد ما كملت دابا غادي نضيفه في هذا الاناء وغادي نخليه 5 دقائق، ما غاديش نخليه حتى يتضاعف الحجم ديالو، غير 5 دقائق وغندوزو باش نطيبوه. كيكون على هذا الشكل البنات الخليط. دابا غادي نغطيه كيف ما قلت لكم، غنخليه 5 دقائق وندوزو باش نطيبوه. هنايا البنات بعد ما خليته 5 دقائق دابا خديت المقله اللي غادي نطيب فيها البغرير وخليته حتى سخنت مزيان، وغادي نشللها بالماء بارد. ضروري هذه المرحله البنات شللوا المقله ديالكم بالماء بارد وعاد تحطوا فيها خليط البغرير. من بعد ما شللت المقلة ديالي بالماء بارد دابا غادي نضيف الخليط. راه هاد البغرير البنات كيجي ناجح واخا ما كيخمر ما والو، كيجي زوين بصراحه وكيجي خفيف. كما كتشوفوا الطبق الله راه كامل كيتقب، راه ناجح هاد البغريره البنات، غير جربوا هاد الطريقه وغادي تعجبكم. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا كيفاش كيجي. دابا غادي نحيد هاد البغريره الاولى اللي طابت وغادا نعاود نشلل المقله، غير بحال اللي كنطفيوها من داك الحراره اللي كتكون فيها بالماء بارد. دابا غادي نضيف الخليط وهانتوما معايا على ما يطيب كامل البغرير. هنا البنات من بعد ما طاب البغرير كامل كيجي على هذا الشكل البنات، راه كيجي كامل خفيف ومثقب تبارك الله كيجي غزال، غير جربوه كيف ما قلت لكم. هنا البنات دابا غادي نديروا الزبده والعسل، كل واحد شنو كيبغي يدير فيه. انا ندير العسل والزبده، كاين اللي كيديروا غير بزيت الزيتون، انا كيعجبني بالزبده والعسل ضروري. Thank you.
هنا البنات من بعد ما كملت البغرير هذا هو الشكل ديالو. كيف ما كتشوفوا كيجي خفيف البنات، وكنتمنى يعجبكم، كنتمنى نكون ما طولتش عليكم. ولا عجبكم ما تنسوش تخلوا لي لايك، ولأول مره كيشوف القناه ديالي ما ينساش يشترك في القناه ويفعل زر الجرس. ما تنسوش البنات تشجعوني في صفحتي الفيسبوك، انا غنخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. هنايا البنات نخليكم في رعايه الله، نتلاقاو في فيديو جديد، مع السلامه.